حصة الاسترخاء للتخلص من التعب. خذي مكان هادئ بعيد عن الأنظار، اجلسي على كرسي أو استلقي على فراش الاسترخاء كما تحبين. إن كنت جالسة على كرسي اجلسي مستقيمة، ظهرك على الكرسي ورجليك فوق سطح الأرض. الآن خذي نفس عميق، شهيق زفير، افعلي كما أفعل أنا دائما. سنفعلها أنا وأنت عزيزتي. لنبدأ، نبدأ بالشهيق، نأخذ نفس عميق ونبدأ. زفير، سنكرر معا دائما. خذي نفسك العميق، شهيق زفير، سأترك لك الوقت الكافي عزيزتي لكي تستمعي وتستمتعي بنغمات الموسيقى الهادئة. سننصت جميعا. أفعل هذه الحصة معك عزيزتي، أختي، سيدتي. أنا أيضا أشعر بالتعب، ولذلك قررت أن أعمل هذه الحصة معكم. وأنت تتنفسي بهدوء، اغمض عينيك كما سأفعل أنا أيضا. شهيق، دائما شهيق زفير. استرخي 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 عزيزتي، استرخي وأنت تشعرين بالراحة الشاملة من رأسك حتى قدميك. هل تشعرين بالتعب الشديد أو الإرهاق؟ إن كان ذلك لا يهمك، حاولي أن تركزي على مكان في جسدك مستريح حتى تجدين الراحة تشمل جميع جسدك.
حاولي أن تبعدي بتفكيرك عن هذه المتاعب أو الإرهاق، وأنت تتخيلين نفسك أنك أنت من يتحكم بجسدك بالاستمتاع بالراحة. لا تقاومين، استرخي واطمئني. خذي الطاقة الإيجابية التي تحيط بك. يمكنك أن تشعرين بتنمل حول القدمين والرجلين. خذي الطاقة الإيجابية واشعري بها تطلع من قدميك حتى رأسك وأنت تتنفسين بهدوء. جسدك يسترخي شيئا فشيئا. ستشعرين بدفء يغمرك دائما مع الشهيق والزفير. لنعمله معا. شهيق، وزفير. لنكرر. شهيق وزفير. للمرة الثالثة شهيق الآن تخيلي نفسك في سماء زرقاء. يشع منها ضوء لامع ومنير يغمرك من رأسك حتى قدميك. هناك قوة تجعلك تشعرين بالراحة والأمان وفي نفس الوقت بالاسترخاء. وأنت تتنفسين بهدوء. استرخي 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 عزيزتي. سنأخذ دائما شهيق زفير. شهيق زفير. شهيق زفير. أرأيت عندما لا تقاومين وأنت مسترخية تشعرين بطاقات إيجابية وقوية تجعلك تتغلبين على التعب والإرهاق. كل هذه الطاقة السلبية تبتعد عنك شيئا فشيئا. لنبقى قليلا مع الموسيقى الهادئة.
يمكنك العودة إلى حالتك الطبيعية وأنت تشعرين بالمكان الذي تجدين نفسك فيه، كرسي، أريكة أو فراش، مع تنفس هادئ ومريح. وفي نفس الوقت يمكنك أن تحركين كل من يديك ورجليك مع فتح عينيك شيئا فشيئا. خذي وقتك الكافي. إن أردت النوم يمكنك أن تنامين على هذه النقمات الجميلة. لا يهم، المهم هو أن تستمتعي بالاسترخاء. أشكرك على الاستمتاع معي بهذه الحصة. أتمنى أن ألقاك في صحة جيدة إن شاء الله. لا تنسوني من دعائكم وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء أعزائي.